يسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء على شاشة التلفزيون المصري سيادة النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. برحب بحضرتك سيادة. أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة النائب. مؤتمر هام في مشاركة واسعة من كافة المتخصصين في كافة المجالات، لكن دعني أتحدث عن ما استوقفك في استعراض الدكتور مصطفى مدبولي لما تم من إنجاز في 9 سنوات الماضية. يعني خلينا نتفق أن يعني مش هقول إنجاز، هقول إعجاز. ما تم في 9 سنوات يمكن ما تمش في قرون ماضية، مش سنوات لا قرون. أيضا ما تم يمكن بالأرقام وبلغة الأرقام، ولغة الأرقام لا تكذب. النهاردة ما نتحدث عن ما تم أكثر من 9.1 تريليون جنيه في فترة زمنية مش طويلة. أيضا لما أتكلم على كل مناحي الحياة، أما النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي يتحدث عن مجال زي الصحة. طبعا الصحة النهاردة ما يبقى فيه تأمين صحي شامل يغطي 6 محافظات. أيضا القضاء على فيروس سي، هذا المرض اللي كان بيمثل 6% من الشعب المصري، النهاردة احنا بنعلن خلال أيام القضاء على فيروس سي بصفة نهائية. النهاردة ما تحدث عن مبادرة الحياة كريمة، انتهت المرحلة الأولى لأكثر من 460 قرية بتكلفة وصلت إلى مبلغ وقدره 350 مليار جنيه. النهاردة ما نتحدث عن قناة السويس الجديدة، قناة السويس الجديدة اللي بدأ فيها يعني فخامة الرئيس وعقب، ده كان حلم يتم المصريين 68 مليار. ويمكن الرئيس أما أعلن عن قناة السويس الجديدة كان هدف أن المصريين يلتفوا حوالين مشروع قومي وليس مسألة الإنفاق على مشروع. النهاردة قناة السويس الجديدة اللي بعض الناس كانت بتحاول تشكك فيها بتدخل للخزينة الدولة المصرية 10 مليار دولار سنويا، السنة اللي فاتت في السنة الجاية تبقى 10.5 مليار سنويا. أما نتكلم على مجالات استصلاح الأراضي الزراعية، أكثر من 2.5 مليون فدان بيصار. أما نتكلم على مجالات الثروة الحيوانية، أما نتكلم عن التعليم والنهضة في التعليم والأبنية التعليمية على كل المستويات، أما نتكلم عن الاستثمار، أما نتكلم عن الصناعة، كل المجالات اللي تحدث عليها الدكتور مصطفى، إحنا بنبني دولة تنمية شاملة. ويمكن يعني كان في مقارنة بين 2000 وقبل 2014 و2023، مقارنة يعني مقارنة فعلا يعني تؤكد أن مصر بتبنى من جديد. كانت الصورة فيها شاهدة، لكن أيضا الدكتور مصطفى مدبولي تحدث بأنه رغم كل هذه الإنجازات لا يغفل أحد حجم التحدي الذي وقع على الشعب المصري نتيجة تحديات عالمية فرضت، سواء من أزمات أو حتى من مشكلات اقتصادية عالمية طالت هي الأخرى الشعب المصري. يعني كان طبعا أما الاقتصاد المصري في 2019، هو الدكتور مصطفى ذكر حاجة جيدة جدا، أحد السادة الكتاب الأجانب كان تحدث عن 2012 وقال أن الاقتصاد المصري دولة فاشلة. النهاردة 2019 قالوا أن الاقتصاد المصري هيبقى من أعظم الاقتصاديات وهيبقى تاسع اقتصاد على مستوى العالم، ولكن ما تم حصل ظروف خارجة عن إرادة الجميع، وهي جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وكل دي أثرت، لم تؤثر على مصر فقط ولكن أثرت على القوى العظمى وأكبر الدول. وطبعا احنا يمكن ما يتم مش هيخلي الدوله المصريه تتراجع ولا القياده السياسيه هتتراجع، ده خلاص قرار ان احنا ماشيين في مسيره التنميه بكل ابعادها، لان احنا بنبني دوله جديده، بنبني مصر جديده، جمهوريه جديده. مش في بعض الازمات، ولكن الازمات دي كلها ممكن بتنتهي، احنا بنبني الاجيال القادمه، احنا بنبني لجيالنا اولادنا واحفادنا اللي هم هيتمتعوا. العاصمه الاداريه الجديده اما بنتكلم في اكتر من 22 مدينة جديدة، سواء المنصورة الجديدة، أسوان الجديدة وغيرها، العاصمة دي الجديدة اللي هي تتطور فخر، يعني فخر لكل المصريين ان يبقى عندنا دي العاصمة الإدارية. والعاصمة دي خطت لها من سنوات، ولكن لم تتم الا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة النائب، حرب الشائعات حرب لن تنتهي بتمارس ضد الشعوب وبالاخص اللي تحرص على الإنجاز على الأرض، تحرص على العمل، تحرص على
إيجاد وضع أفضل مما هي عليه. كيف ترى هذا الأمر؟ كيف ترى هذا الملف؟ زيادة الوعي، دور الإعلام في هذه المرحلة الحرجة للوطن التي يمر بها في حرب للشائعات، في ظل أزمات اقتصادية، في ظل تحديات دولية، وأين هي المسؤولية المشتركة ما بين الشعب، الإعلام، السلطة التنفيذية في داخل الدولة؟ النهاردة ما بشوف النهاردة واحد من ضمن الردود ما ذكره بيان الدكتور مصطفى مدبولي، لأن الرجل تحدث بالبيانات وبالأرقام وبالحقائق والصور، كل حاجة كانت موجودة على الشاشة دي تعرض على الرأي العام كله، تعرض في الجامعات المصرية، أجهزة الإعلام تعرضها كلها، لأن دي حقائق واقعة موجودة. أيضا إن احنا كلنا مش قصة الإعلام بس، لا، كلنا رجال الدين الإسلامي والمسيح، مؤسسات المجتمع المدني، الحكومة، الإزهار، احنا يمكن في مشكلة عندنا بتقابلنا، ما بنعملش تسويق لإنجازاتنا. آن الأوان إن كل إنجازاتنا تعلن وتم الإعلان عنها بشكل واضح. طلاب الجامعات ييجوا يشوفوا العاصمة الإدارية الجديدة، يروحوا يشوفوا العالمين، يشوفوا الأراضي الزراعية اللي اصلحت، يشوفوا قناة السويس، كل هذه الإنجازات لازم تعرض. أما موضوع الحرب الشائعات، هي حرب من ناس ضعفاء، ناس فشلة، ناس مش لاقيين حاجة يقولوها، لكنهم لا يستطيعون المواجهة، بيشتغلوا في يعني في أماكن مغلقة ويحاولوا يهدوا دولة مصرية. ده هذه الشائعات تزيدنا إصرارا وعزيمة إن احنا هنكمل المشوار، احنا مع قيادتنا السياسية ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو استطاع أن يحقق ما لم يتحقق من قبل. الرجل تعامل يعني بمبدأ الجراح، ما سابش حاجة، أمور معينة، مسكنات، لم يلجأ إلى المسكنات ولكن لجأ إلى العلاج الحاسم والعلاج اللي يجيب نتيجة. طبعا احنا كلنا النهاردة في برنامج موجود الحكومة أعلنت عنه النهاردة، احنا كلنا يعني مقتنعين جدا بما يتم، عندنا الاقتصاد بدأ يتعافى رغم كل الظروف، وصلنا 5.4، عندنا برضو قضية كبيرة جدا أثرت تأثير سلبي علينا، وهي قضية الزيادة السكانية. احنا عندنا في ارتفاع في معدل النمو السكاني، احنا بنتكلم على أكثر من 2.5 مولود سنويا، فطبعا ده هذه أرقام كبيرة جدا يعني، ولكن احنا بنقول هذه التحديات احنا تعودنا عليها. والعلم حضرتك الدول اللي ذكرها الدكتور مصطفى، سواء ماليزيا أو ألمانيا أو سنغافورة أو كل الدول دي اللي حققها، أو اليابان، تعرضت وهي في مسيرة تنميتها إلى كثير من المشاكل والمعوقات، ولكنها استمرت وإحنا برضو مستمرين. عمل وإصرار، وده هيجعلنا سيادة النائب إن إحنا ما يفوتناش إن إحنا واقفين داخل العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الإنجاز من مدن الجيل الرابع والإصلاح الإداري الذي يعني انتقلت به الحكومة في مقراتها الجديدة بفكر مختلف، بتقنيات رقمية وتكنولوجية حديثة. طبعاً دي العاصمة الإدارية الجديدة ده مكان يعتبر، أنا بعتبره فخر لكل المصريين. مساحة العاصمة الإدارية الجديدة ثلاث مرات سنغافورة. عاصمة الإدارية الجديدة مجمع المصالح الحكومية احنا نفتخر به كمصريين. يعني أنا كنائب في البرلمان لما جيت هنا أشوف الأماكن الخاصة بالمصالح الحكومية أو مكان البرلمان، سواء برلمان بغرفتيه، حاجة مش موجودة في أعظم الدول. العاصمة الإدارية الجديدة هيبقى في مكان للاستثمار، المستثمرين هيجوا هنا، فهتبقى فيها عاصمة إدارية تليق بمصر وتليق بالدولة المصرية. وبعدين بأكد وبقول للناس كلها، العاصمة الجديدة دي لم تبنى من خزانة الدولة ولكنها من الأراضي اللي كانت غير مهملة. والرئيس قال كلمة عجبتني جدا، الدولة 95% منها صحراء ويتم فيها كل هذه التنمية، لا ده إعجاز. أما تبقى 95% من مساحة مصر صحراء، النهاردة المناطق المأهولة كانت 7%، مستهدف إن احنا نصل في 20-30 14%، ده تحدي كبير جدا. فكل اللي بيتم ده بيتم بإرادة مصرية خالصة وبقرار سياسي وبقيادة مصرية واعية قادرة على طلع. ويكفي ان الرئيس دايما بيتحدث بيقول ربنا معانا، ما قالش احنا بنجتهد بس، لا، قال احنا بنجتهد وبنعمل وفي إرادة مصرية قوية. العمل والرؤية والإنجاز بيتم بناء الجمهورية الجديدة في الداخل المصري. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الرؤية التحليلية، سيادة النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية. شكرا. ألف شكر حضرتك.
الحكاية تتواصل لأنها حكاية وطن تروى وتروى وتحكى لأجيال قادمة وتروى الآن من أجل تعديل ما يحتاج إلى التعديل ومسارات جديدة ترسم في جمهورية جديدة. إذن هي الرؤية والإنجاز. أشكرك جزيلا هبة حسين من مقر انعقاد مؤتمر حكاية وطن، وأتوجه بالشكر بكل تأكيد لضيفك الكريم.